حادثة هزت الرأي العام، حادثة أحدث ضجة كبيرة اليوم في تونس. شاب يغتصب عجوز عمرها 97 عام، وصلنا هكا اليوم. والله واحد باش يحكي في الموضوع هذا شيء غريب يعني. وأنا ديما نقول ما زرت قلة وعي، مش عارف كبت حرابش زطلة، واحد وصل لي استفعل في يومه واخته، مش في عجوز. معناها كنا الكوارث قاعدة تصير في تونس، واللي كنا ما نحلموش به حتى مجرد حلم، ولا نتوقعوه انه باش يحصل قاعد يحصل. اشرتو بعد الثورة هذه اللي سيبت الماء على البطيخ والعباد كلها، ما عاش عارفة وين شابة، مش عارف كلها من السماسرة تاع المخدرات. انا ما نتوقعش انه في غاية من مداركه العقلية باش يتلفت العجوز وقت اللي الفتيات هم شبه عاريات، فهمت؟ ما نتوقعش، لانك ممكن تحت تأثير مخدر يمكن. نتمنى يكون تحت تأثير مخدر يمكن اقل، وهن معناها واحد يوجد له شوية مبرر، ما اما نتصورش حاجة فوق المعقل وما يقبلها حتى حد. انا رأيي في الحكاية هذوما ياخذوا يعطوا حق المقتول الحق، فهمتني، نتاع الواحد. والاعدام هذا يلزم يتطبق على العباد، خاطر البلاكاجات كثرت في تونس والاغتصاب كثر في تونس برشا. يلزم الواحد الردع 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 بالنسبه للحكايه هذوما. ونحن تونس ماشيه في هاوي، في كل شيء ماشيه في هاوي تونس، في كل شيء، في الجرائم، في الاغتصاب، في البلاكاجات. والحاكم قدام عينيك يبدا يتفرج كيفاش العباد تسرق وكيفاش تبلاك ويخزروا له. نورمالمون يودي ياخذوا قرار في كل ما وسع في الحكايه هذه. الاعدام يقتل بشر، يلزموا اعدادهم. هاو البركاجات هاو تعطى في المترو يخطفوا لها بلوطه في نمره 6 بركه كل يوم. رو في حالات شيء غريب، في حالات شيء غريب، بركاجات، سرقه. يلزم الردع في تونس والقانون. برشا يعني شافوا يعني شاب يعني مدمن على المخدرات او المخدرات. يعني أو متعات يعني الأغراض المخدرة. اليوم الإدمان على المخدرات يوصل للدرجة هذه يعني اغتصاب للدرجة هذه. سير اللي يتكيف الزطلة واللي يستعمل الحرابش كل يوصل أكثر من هكا، يقتل حتى يقتل بوه ولا يقتل أمه على حكاية هذوما. ناس ماشية فيها في تونس. بالنسبة للشباب، الشباب كله كيكة ولا تو السرقة والخطف. يعني أنا نخدم في كيوسك وكل شيء موجود، والتربار عملوا براكاج بلع الموتور. عايش واحد فرنسا في البر، فهزوا له بورتابل قريب زوز ملي وهرب. انا نحكي لك على خويا زاد توفى من حكايه المخدرات هذيا، فهمت، يعملوا فك الزرارق ولا شنو، فهمت كيف، عنده شو جمعه من يتوفى، فهمت كيف، الله يرحم اخوك متوفي يعني، عنده جمعه من حكايه المخدرات هذيا. ديجا حتى الفيرمير جاي يشوفوا فيه في العروق نتاعه ويقولوا ماتوا، ما عادش يقبلوا معناتها لا سيرو ولا حتى شيء، فهمت، معناتها بكثره ولات معناتها فزدت ياسر البلاد، ما عادش تتصلح، فهمت كيف، ماشي توخر بالتوالي، ما عادش ماشي تقدم قدام، فهمت. كل شيء تصوروا كل شيء تتوقعوا في مخك في البلاد هذه موجود، فهمني، فتنا العالم الكل، فهمت كيف، سيرتو تونس. أنا ديجا مواطنين بالخارج معناتها نسمع كل شيء غادي، فهمت كيف، معناتها شيء أسف وشيء فضايع وشيء معناتها ما شحكي لك واحد، معناتها شحكي لك مع واحد يشوف شيء كي معناتها قلبه يوجعه يا أخي، يحط بوه، يحط أخته، يحط أمه، يحط، فهمت، معناتها شيء واحد يجي باش يعمل لازم يخمم، ما يعمل حاجة لازم يخمم فيها، مش يجي معناتها يجي انا نهز فلان يجي معايا ونعملوا، فهمني، مخدرات واحد نمشي معاه نتب، ما تجيش مش باهي كيك الواحد، هو اخرتها يموت يا حبس يا يعيش سقاط، فهمني، معناتها لا رابح لا منا لا منك، جاي رابح فيها حاجه ما يسالش، فهمني، علاش برشا هجوا برشا مشى حرقوا البر برشا، عندهم حق، خاطر مساكن باش يخدموا يحبوا يخدموا، حب تعطيك ودماء الصباح باش يخدم هكا، شقى دخان وشقى مكلته وشقى معناتها يلقى روحه نفسانيته معناتها متفرهده، ينجم يخدم ينجم يعمل كل شيء، فمي كي يجي يلقى روحه ما يلقى روحه يقوم الصباح يعطيني امي 10 دينار يعطيني 2000، عمره في ال 40 ولا عمره في ال 35، عيب الواحد، فهمت، يحشم على روحه كلهم كلهم، متى امه مسكينه، مو زاد حتى امه يعلم بها ربي، فهمت،
يا خويا شو نقول لك؟ ان شاء الله ربي يصلح لنا البلاد بركه، خاطر ماشي وتوخر بالتوالي ونحن مش حابينها. ماذا بينا بلادنا باهيه، تونس باهيه، يشكروا فيها في كل بلاد، مي توا على الاخر طاب على الاخر. فما مثل قديم يقولوا عيش يا راس كل يوم تسمع غريبه، تقريبا في تونس كل اسبوع نسمعوا غريبه جديده، الغريبه جديده يعني شاب يغتصب عجوز في التسعين. شنو رايك في اللي قاعد يصير اليوم؟ هذه تسمى كوارث، هذه مش حاجه صغيره معناها. أمون في معناها لا إيجاب، خاطر كارثة هذه بأتم معنى الكلمة. شنية واحد معناها اغتصب مرة كبيرة متاع شنية؟ شبيكم تونس دخلت في حيط صاحبي من الأخر، من الأخر وعلى الأخر. والله هو الأشياء هذه حطت على أثر قلة الوعي للشباب ولل ما تسمى التأثير صحيح متاع الشاب عايش مسهمش ما عندوش شكون يأثر، ولذا ما نستغربوش من الأشياء تحدث وحدثت أكثر منها هي أشياء أخرى. يعني برشا يقولوا إن المخدرات هي السبب والإدمان المخدرات هو السبب. ما قلنا إحنا سبب وقت يقولوا إحنا تأثير، معناتها ما ثماش شكون اللي قاعد يحمي في الشباب هذايا باش ما يمشيش للمخدرات، ما يمشيش للأعمال الإرهابية، ما يمشيش، ما ثماش تأثير. السبب فيه التأثير، التأثير ما ثماش الله غالب. أول حاجة نحب نعرف المخدرات منين تجي، كيفاش تتعدى، وثم التسيب ياسر، ثم تهوير، ثم فماش كبس، ما فماش اللي يفز يحكم، اللي يفز يسب الدولة، اللي يفز يسب الرئيس، اللي ما عندناش الأمور مش منظمة. يلزم أخويا كيما حكيت كيما ما تظلمش وما ترحمش. ياسر أنا ماشيين وزاد الشيء يقوى. يلزم ما نعرفش انا، يلزم الحاكم يكبس شويه بعد ما نرجعوش كل شيء للامن. الامن يجرى يجرى في الاخر، ولا جبد جبد ما عادش ينجم. العجوز اليوم توفيت بسبب الاغتصاب. ايوا شنو شدوه ولا كيف؟ هذه عمرها ما توقع، هذه مش اول مره راي. اول مره عندها قديش يجي عامين ولا ثلاثه نفس الحكايه. الاغتصاب هذا يا اخي لازم يعني يشوفوا حل، ما نعرفش ماشيين بالتوالي، امور ما تعجبش خلاص. شباب يحب يحرق ولا يغتصب ولا يبراكي، هذيك هي ولا براكاج. يلزم ما يظلمش ما يرحمش الرئيس، يلزم يبدل السيستم. العقلاء اليوم يطالبوا بتنقيح القانون المخدرات. العقلاء يعني شنو قانون المخدرات بالسلبي ولا بالايجابي؟ اذا كان بالايجابي انه باش يتمنعوا ويصدروا اقصى العقوبات انا معهم، اذا كان باش يعملوا يسيبوه قال شنو باش يضر اموال ويخدر الشعب على السياسه المغربيه بكري ما يساعدش، ما يساعدناش حتى طرف. اما اذا كان باش يصدروا اقصى العقوبات على المروج وعلى المهرب المستهلك يمكن اقل، اما المروج والمهرب يلزموا الاعدام. انا راه باش يقصوا الفتيله هذه فرد المره.